أهلين حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى أنكم تكونون بخير صحة وعافية. اليوم يعني هالفيديو أتوقع من أكثر الفيديوهات اللي أحبها، وايد أحب أشوفها، فعشان كذي أحب أسويها، اللي هي أسوي لكم ريفيو عن جنطة أو عن شيء شريته. فاليوم أنا بهالفيديو راح أسوي لكم ريفيو عن هالجنطة الجميلة من ألفي، وليش شريتها. راح أقول لكم قصتها، مع أن أنا ما أشتري جنط هبة، نادر جدا ما أشتري جنط هبة، وهذه جنطة هبة وخذيتها، وراح اقول لكم عن مميزاتها ومساوئها. فاللي حاب يشتريها ضروري ضروري تشوفون الفيديو، وبعد راح اقول لكم شنو كيف داخلها او شنو انا عاده احط داخل الجنطه. فيلا شوف الفيديو. اول شيء، هالجنطه ليش خليتها؟ هذه الجنطه الالفي عجبتني من اول ما نزلت، من زمان هي نازله، ما اذكر اي سنه بالضبط، بس من زمان نازله، وانا حيل حيل كانت عجبتني من اول ما نزلت. كنت اشوف وايد ناس يلبسونها، سواء كان بمجمعات برا، رفيجاتي، وايد وايد كنت اشوفها، ويعني كانت عجبتني من اول ما نزلت. بس انا عندي مبدا ما اشتري جناط هبه. ليش؟ اتوقع قلت لكم فيديو الجناط اللي تكلمت عنه المره اللي طافت، راح احط لكم اياه بصندوق الوصف، ان انا ما احب اخذ جناط هبه، لان ما احب البس الجنطه فتره واقطها، حرام، خصوصا ان الجناط الماركه يعني غاليين. بس هالجنطة ليش خليتها؟ أول شيء، هالهبة للحين ما راحت، مع أنها صار لها يمكن 4 سنين أو 3 سنين، مو متأكدة، للحين ما راحت، وظليت أشوفها فترة طويلة، يعني كل ما أشوفها بخاطري بخاطري بخاطري، ومو قاعد أخذها. كل مرة أقول لا هبة وحرام وما أدري شنو. فقبل سنة قررت إني أشتريها، وقلت مالي شغل إذا كانت هبة ولا مو هبة، أنا عن نفسي ما راح أقطعها، راح أظل ألبسها لأنها عجبتني بخاطري، يعني ظلت سنتين بخاطري، يلا قررت أشتريها. شلون قررت أشتريها؟ تخيلوا، كنت قاعدة أتمشى بالأفنيوز ولا أشوف واحدة لابستها، قلت خلاص طفح الكيل، حدها عجبتني، ليش كذي قاعد أسوي نفسي؟ أبي أشتريها وأبي أقعد ألبسها عادي، يعني حتى لو كانت هبة راح أتخلى عن مبدأ إن هبة وما راح ألبسها، لا راح أشتريها وراح ألبسها، حتى لو خلصت هبتها راح أظل ألبسها، لأن أنا عجبتني، حيل عجبتني. المهم الحمد لله اني شريتها، ومو متحسفه اني شريتها هالجنطه. رحت محل الفي اللي بالافنيوز وقلت لهم بشتريها، كان يقولوا لي ان هالجنطه مو موجوده، لازم طلب، يعني ما حد يقدر يروح يشتريها، لازم طلب ويكتبون اسمي باللسته، ومتى ما وصل دوري يعطوني اياها. عرفتوا؟ يعني مثلا انا كانت قدامي يمكن 5، انا ظليت شهرين او 3 شهور انطرها، واول ما وصل دوري دقوا علي. كنت دافعه نص المبلغ اول شيء، والنص الثاني من المبلغ دفعته لما وصلت الجنطه واستلمتها. الجنطه تقريبا سعرها توقع 600-650، مو متاكده بالضبط، بس بين 600-650 دينار كويتي. والحين بتكلم لكم عن مميزات هالجنطه الجميله من الفي. اهم مميز من مميزاتها واولهم اللي هي حجمها كبير، فتكفي وايد اغراض. هالشي صدق عجبني، يعني انا من الناس اللي ما احب الجناط الكبار، فهالجنطه حجمها مو مبين انه هو كبير، بس يكفي وايد اغراض. هالجنطه خذيتها لما سافرت تايلند، وهني عرفت قيمتها، كنت توني شاريتها فاستغليتها بهالسفره. حطيت داخلها بوكي، وحطيت داخلها كاميرتي اللي هي G7X Mark II، وحطيت داخلها سماعات الايربودز، وشاحن متنقل، لاني وايد كنت احتاج شاحن متنقل حق السفر، وتليفوني كلينكس، تكفي وايد شغلات. فيعني عرفت انها، يعني تخيلوا كل هذا حطيته داخلها، وكنا ناخذ تكت معانا حق الاماكن نروح لها بالسفر، وهم كفت يعني هم كان في مساحه انها تكفي وايد اغراض. فهذا الشيء اللي حيل حيل عجبني فيها. وثاني مميز من مميزات هالجنطه الجميله من الفي، ان تقدرون تلبسونها بكذا طريقة، يعني تقدرون تلبسونها كشولدر واحد، يعني تحطونها على كتف واحد وتلبسها بهالطريقة، وتقدرون تلبسونها كروس بادي اللي هي تحطونها كذي على الجنب، هذه وايد تنفع حق السفر، وتقدرون تلبسونها كباك باك اللي هي تحطونها لورا وعادي تستخدمون الحبلين اللي فيها. ورابع طريقة، تقدرون تستخدمونها كبلت باك، يعني انا بصراحه كلش ما لبسها ولا مره كبلت باك، ما حسيتها حلوه لان حجمها شويه كبير، فما ينفع كذي على الخصر. انا احب الجناط الصغيره تنحط على الخصر، ما احب الجناط الكبيره، فما جربتها اني البسها كبلت باك، بس وايد اشوف ناس يلبسونها، ولما كنت اشوف ريفيوز عنها بيوتيوب اشوف ان الناس يلبسونها بهالطريقه، بس انا ما اسويها.
والحين بتكلم عن عيوب هالجنطة من ألفي. أنا شخصية ما شفت إلا عيب واحد حق هالجنطة من ألفي، اللي هو الستراب مالها أو الحبل مال الجنطة، اللي هو هذا وايد ضعيف. هو يجون اثنين يعني. هالحبل مشكلته شوف شلون ضعيف، حيل ضعيف حيل. ف يعني لما البسه واحط داخل الجنطه وايد اغراض حيل يعور الكتف حيل، يعني بدرجه ما تتصورونها، وايد وايد يعور الكتف. ف يعني يضايقني شويه. انا عاده البسها احط عليها بس ستراب واحد والبسها، البسها كباك باك بس مو وايد، اللي هو جنطه الظهر البسها بس مو وايد. عاده البسها بستراب واحد فيصير الضغط على كتف واحد فيعورني زياده. اتوقع اذا حطيت التو سترابس راح يكونون الضغط اقل على يعني كتفي، وما يعوروني كثر ما لمن البسها بستراب واحد. هذا هو العيب اللي كنت بقول لكم عنه، واحس هالعيب يتعالج ان اشتري تعرفون الستراب المتان اللي يبيعونهم، اللي مرات يكون عليهم كلام او شكلهم حلو ويبيعونهم الفي وماركات غيرها. فاحس حلو انه ينحط عليها عشان لما تحطون اغراض داخل ما تتاذون لما تاخذونها. يعني انا ما شفت ولا احد تكلم عن هالعيب، فهالشيء لما واجهته قلت ليش ما حد تكلم عن هالعيب، لانه صدق يضايق. وخلي اقول لكم على تبس اسوي، يعني شيء اسويه حق هالجنطه. انا عاده البسها بس بستراب واحد مثل ما قلت لكم، فالستراب الثاني دائما اخليه داخل الجنطه عشان لا يضيع، لان اذا ضاع الستراب ما راح تلقون، ما يبيعون هالستراب نفسه بروحه، لا راح تتوهقون. فدائما دائما احط ستراب داخل الجنطه وستراب برا، او اذا بلبسهم اثنينهم اطلعهم والبسهم اثنينهم برا. وهذا كان كل شيء لفيديو اليوم، اتمنى ان اكون فتكم بجنطه الفي، وابيكم تكتبوا لي بالكومنت شنو تبوني اسوي لكم فيديوهات حق الاسبوع الجاي. هل تبوني اسوي لكم ريفيو عن جنطه او عن جوتي او عن مواقع جربتها، او اي فيديو خاطركم اسوي لكم اياه كتبوا لي اياه بالكومنت. واكيد اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بفيديو جاي. باي.